وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم محمود ابو دنيا، قناه ابو دنيا الالكترونيات. النهارده باذن الله موضوعنا عن ضعف الشاشه في التلفزيونات اللي هي السي ار تي، وازاي هنقوي الشاشه او هنرفع الاضاءه بتاع الشاشه بحيث الصوره تبقى معاك كويسه وتبقى مقبوله، يقدر العميل او الزبون يتفرج على الجهاز بتاعه او يشوف الجهاز بتاعه. ودي صوره التلفزيون معانا زي ما انتم شايفين، هي الاضاءه ضعيفه لكن اضاءه الكاميرا باين انها يعني واضحه شويه، لكن اضاءه التلفزيون اضعف من كده. يعني شايفين الصوره عندكم واضحه شويه لكن هي اضعف من كده، وهي الصوره كده كده ضعيفه يعني عامه يعني. ففي طريقه ان شاء الله سهله وسريعه هنعرفك ازاي تمشط الشاشه بتاع التلفزيون او ترفع الاضاءه بتاع التلفزيون بحيث الوان التلفزيون تبقى معاك كويسه لو الشاشه ضعيفه معاك. هنشوف مع بعضينا الطريقه ازاي. هنبدا نفصل الجهاز بتاعنا وهنيجي هنا هنشوف هنشتغل عليه معانا السوكت اللي هو بتاع ال 180 ده، اللي هو في خارج ال 180 فولت زي ما انتم شايفين حضراتكم. السوكت اللي معايا ده اللي هو ده زي ما انتم شايفين حضراتكم، هنا معايا هنا ال 180 فولت، ومعايا خط ارضي، ومعايا ال اتش اي، ومعايا ارضي تاني. انا هشتغل على ال اتش اي، سواء لقيت حرف اتش او الكلمه دي او زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا كده، هنشتغل احنا على الخط ده اللي هو اتش اي اي، او لقيت حرف الاتش بس مفيش مشكله. يعني احنا 180 هنسيبه، والارضي والارضي ده هنسيبه، هنشتغل على الاتش اي. فانت لو لقيت 180 ولقيت ارضي وارضي هتاخد الفرده اللي هي الاخيره اللي هي الرابعه اللي معانا دي. يعني ده ارضي وده ارضي، وهنا خط ال 180 اللي هو خارج السكر بتاع الشاشه، وهنا عندنا اللي هي الاتش او الاتش اي، دي الخط اللي او السلك اللي احنا هنشتغل عليه اللي معايا ده. هبدا اقطعه زي ما انا قاطعه كده زي ما انتم شايفين حضراتكم، وهاجي من ناحيه اللاين من هنا كده، هلفه ثلاث لفات من هنا من ورا كده اهو، لفه السلك من ورا اللاين كده، واحد على حسب. لو لقيت الاضاءه زادت معاك خليه لفتين، لقيت الاضاءه ضعيفه شويه زود خليه ثلاثة، أضعف خليه أربعة، ما تحاولش تزود كتير عن أربعة لأن الشاشة كده تبقى ميتة خالص. بعد كده بعد ما لفينا كده في الاتجاه، خد بالك عشان في اتجاه للسلك، لأن أنت لو لفيت العكس، يعني أنا لف هنا أهو، لو لفيت العكس الناحية التانية الصورة هتبقى مظلمة معايا. نبدأ كده نربط السلك بتاعنا وهنجرب، وبعد كده بثبته بقصدير وغطيه ببلاستر او لاصق. بعد ما ربطت كده هبدا اشغل التلفزيون بتاعي واشوف الاضاءه عندي عامله ازاي. هبدا كده اركب كابل الباور، هنفتح التلفزيون ونشوف الصورة مع حضراتكم. بس حضرتك الصورة فتحت معايا ازاي؟ هبدأ انا هنا عند اللاين كده، وهبدأ اخفض خارج اللاين من هنا كده، شايفين حضراتكم الصورة ايه؟ هبدأ انا كده اللاين متخفض للآخر، هبدأ ازود سنة بس كده تظبط معايا الصورة. صورة التلفزيون زي ما انتم شفتوا حضراتكم ايه؟ واضحة وزي الفل، والإضاءة زادت معايا. حتى القوائم الصورة بقت شكلها عامل ازاي؟ ادي صورة التلفزيون معايا زادت والإضاءة زادت والألوان اتظبطت. ودي الطريقة اللي احنا حابين نوضحها لحضراتكم عشان نوري لحضراتكم ازاي تغذي الشاشة بتاعتك في حالة لو الشاشة ضعيفة بدون تمشيط وبدون أي شيء. هتلف لفتين، لقيت الاضاءه معاك زايده خالص، الاضاءه ضعيفه، هتلف تلات لفات زي ما احنا لافين كده، دي لفه اتنين وادي التالته. طبعا اللفه ليها اتجاه، احنا هنلف من ناحيه السكت، هنخش من ورا كده عند اللاين زي ما شفتوا من هنا، وهنطلع السلك من هنا وهنلفه كده. لو لفيناها العكس كده، يعني انا هلف على ناحيه ايدي الشمال، هلف السلك كده والف ناحيه ايدي الشمال كده. لو هلف العكس ادخل السلك ناحيه ايدي اليمين، الصوره الاضاءه هتنخفض معاك وصوره الشاشه مش هتظهر معاك.
واحنا حابين نشارك معاكم الطريقه دي علشان الناس اللي شغاله في اجهزه التلفزيون في مشكله عندها في ضعف اضاءه الشاشه والالوان، دي الطريقه اللي تقدر تغذي بيها الشاشه بتاع التلفزيون. طبعا في طريقه التمشيط وفي الطريقه اللي معانا التانية دي تعتبر تمشيط لكن ده مستمر مع الشاشه، انما انت لو مشطت الشاشه خارجي ما بتحتاجش انك انت تعمل اللفه دي. وده فيديو من الفيديوهات اللي بنقدمها لحضراتكم، يا ريت نكون بنفيدكم، ولو استفدتوا معانا ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك علشان الفيديوهات تظهر للناس عشان الناس تستفيد. والنهارده يكون الفيديو بتاعنا خلص، كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا قناه ابو دنيا الالكترونيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.